السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخويا الاعزاء، اليوم هنجرب مع بعض اعطال جهاز يونيون 8. طبعا خلاص اعطال المشهورة منه دايما الاساسات هي 1 وهي 2 وهي 3 وهي 4 وهي 5. ماشي، 4 و5 دي خاصة بالكمبروسر، 4 ماشي او مروحة البوتاسيوم او عدم وجود تبريد بوجه عام، هي 5 هي 5. هنبص على الكارتة كده مع بعض. كارتة زي ما هي موجودة معانا، داخل التيار الكهربي اهوت، البني والازرق، الازرق اللي هو الارضي داخل على الان ماشي، وطالع منه طرف تاني طالع للروزيتا عشان يدي القطعة الخارجية، والبني اللي هو ال داخل على الريلي بتاع الكباس وواصل للكارتة من تحت عشان يكمل ال 220 فولت بتاعها، مع الكونتاكت بتاع الريلي ساعة ما يوصل تيار كهربي وياخد الامر بتاعه يبدا ينقل الكهرباء من في الريليه للطرف اللي بيدي الكباس اللي هو السي. تمام، هنبص مع بعض دلوقتي، هنشغل وهنشوف مع بعض الاعطال هتظهر معانا ازاي. وصل الفيشه، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الجهاز كسر كهرباء اهو. طبعا في هنا لو ما اشتغلتش بالريموت حطينا ده كده عادي خالص اهو، طفيت الجهاز وهتشغل تاني اهو، طفيت كده كله وكده بدأنا نشغل الجهاز بتاعنا على وضع التبريد. دلوقتي أول حاجة تشتغل معايا المروحة الداخلية. تمام، لسه ما اشتغلتش المروحة، اشتغلت بتاعت القطعة الداخلية. بعد كده المفترض ان يشتغل فيه الريلات رقاطة اهي سمعتها، الان مع اي طرف، خلي دي كده مستقيمة كده، الان مع اي طرف اللي هو الخارج بتاع الروزيتا اللي رايح للقطعه الخارجيه اهو. ادي كده الكباس شغال، مروحه المكثف شغاله، بل في العكس المفروض ما يكونش شغال اهو، شايفينه الطرف الاحمر ده اللي هو بتاع البلف الايه العاكس، بيشتغل في فصل الشتاء بس. تمام، يبقى ادي مروحه المكثف بتاع القطعه الخارجيه شغال. تمام تمام، اللمبه منوره اهي، واضحه في الفيديو يا ابني. يبقى كده المروحة الداخلية الأول، بعد كده مروحة المكثف، القطعة الخارجية، بعدين الكمبروسر، ثلاثة بالترتيب مع بعض. لو أنا بصيت دلوقتي على الداخلية دلوقتي على الريسيفر بتاعي وهو شغال ورحت جاي، طبعا عندي ثلاث حساسات موجودين، واحد حساس الحرارة اللي هو بتاع الهواء، حساس التجميد في الداخلية، حساس الثالث اللي هو بتاع الهواء. لو الجهاز عندي يونيون 8 سبليت ابدا ايه واحد، يبقى انا عندي فيه مشكله، الحساس بتاعي عطلان مقطوع بايظ، هفك الحساس ده اهو اداني ايه واحد، واضحه يا حبيبي في الكاميرا ايه واحد، يبقى ايه واحد عطل حساس الحراره بتاعي اهو. هنرجع نركب الحساس تاني هنلاقي العطل ده اتشال، يبقى اما يديني ايه واحد يبقى كده اتشال اهو، دي كده 25 ماشي، بس مش واضحه من الايه من الاضاءه الشاشة. العطل الثاني حساس التجميد هنشيله مع بعض اهوت، اللي هو ده هشيله برده كده بالراحة اهوت، اداني اي 2 واضحة يا حبيب اي 2 ماشي، يبقى اما الاقي اي 2 يبقى حساس ايه التجميد. تمام اهو ماشي، هنحط الحساس ثاني مكانه، السنسور ثاني مكانه اهوت، هنلاقي العطل اتشال اهو، رجع تاني الشاشه اشتغلت عادي. ايه 3 اللي هو الحساس بتاع القطعه الخارجيه، تمام هشيله برده اهوت، ايه 3 يبقى اول 3 اعطال عندي ايه 1 ايه 1 وايه 2 وايه 3. التلات اعطال دولت خاصين بايه؟ بالسنسورات، واحد ايه 1 حساس الحراره اللي هو الهواء اللي موجود في المقدمه اللي هو البلاستيك هو ده ماشي، اي 2 اللي هو التجميد، اي 3 اللي هو الحساس القطعه الخارجيه. ده بالنسبه للحساسات. في اي 4 واي 5، اي 4 بيدل ان في مشكله برضو في التبريد، عطل ادى الى توقف الكباس او توقف المروحه الخارجيه، تلف الكوندنسر بتاعها المكثف او تلف الكباس، في مشكله فيه. ممكن اي 4 او اي 5 نقص في الشحنه، وجود اوساخ في الداخليه، المروحة ضعيفة ما بتلفش، لا
ماشي او ضعيفه، يبقى اي 5 و اي 4 يدل على عدم وجود تبديل. صح. بالنسبه للايه؟ للدايره كلها. تمام؟ هنفصل الدايره وهنشوف مع بعض اجزاء الدايره مع بعض كده بسرعه. ماشي؟ ادي الريلي بتاع الكباس، ماشي؟ ادي الريلي بتاع القطعه مروحه المكثف خارجيه. ادي الريلي بتاع البلف العاكس. ادي الاربع ريليهات بتوع السرعات بتاعتي، بتوع المراوح، موتور المراوح. اوكي. السوكت اللي موجود ده اللي هو السوكت بتاع الشاشه، لو الشاشه دي عطلانه كل اللي هعمله ان انا هجيب نفس الشاشه واشيل السوكت ده من هنا واركب سوكت تاني مكانها. السوكت التاني اللي موجود ده اللي هو بتاع موتور الايه؟ الموزعات، سوينج اهو، برده لو عطلان مش شغال هجيب موتور تاني مكانه واشيل السوكت واحط سوكت. في عطل تاني بقى موجود عندي في الكارتر، اي سي عطلان، حاجه من الحاجات الداخليه اللي هي الالكترونيه، كفني تبريد وتكييف ما شغلش دماغي بيها، هشيل الكارتر واجيب بقى كارتر جديده مكانها. او لو ما لقيتش كارتر جديده هضطر ان انا الجا الى الكارتر اللي هي الجوكر او الصيني زي اللي ركبناها قبل كده في فيديوهات تانية. في مشكله بالنسبه لكم كده؟ طبعا السنسور بتاع المروحه، محرك المروحه، الجاك بتاعه اهو بيتشال كله على بعض الكليبس ويركب مع بعض. اوكي. في اي مشاكل عندي في الدايره؟ الفيوز عندي هنا اول حاجه ممكن تضرب لو في قفله في الدايره، لما ادخل على الجهاز والاقي الجهاز قاطع ما بيديش اي قراءه، اول حاجه اظبط الاوم بتاعي، الجهاز بتاعي على وضع الاوم اهوت الصفاره، وجاي قايس الفيوز. ابدات معايا. اتكلم على فكره ثواني. لا شغاله اهو. تمام. واجي جاي على الفيوز بتاعي واجي قايس كده 100%. تمام. في حد بيلعب في الجهاز ولا البطاريه ضعيفه؟ وادي كده الفيوز بتاعي ايه؟ سليم. ماشي. قبل ما ابدا اقيس لازم ااكد ان اطراف الجهاز بتاع الفيد ميتر او الافوميتر او جهاز البنسة لامبير اللي انا شغال بيها انها تكون راكبه ومتصله كويس، عشان ما احكمش ان حاجه عطلانه وهي سليمه. اوكي. بعد كده في عند المحول هنا موجود الاطراف بتاعته اهي، محول 220 فولت. بعد كده في الفيرستور ده، ماشي. المكثفات بتاعتي، المقاومات، دوائر التوحيد، اي عطل في الاجزاء الثانيه دي بلجا الى فني الكترونيات، بس فني اكون واثق فيه لان انا هحاسبه وبعد كده بقى انا اللي هبقى اخش مين؟ العميل. التطبيق في حد ليه مشكله؟ في مشكله معاه؟ طبعا ده البازر اللي هو الجرس بتاعي اللي هو بيعمل صوت التكه ساعه ما بقلب الريموت. في اي مشاكل معايا كده في الدايره بتاعت الكارته؟ اتمنى من الله عز وجل ان نكون وصلنا معكم بما فيه الخير لنا ولكم ولرسول سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.